نحن ما داخلين على تركيا لا يدخل سياحة، نحن بدنا يتعالج أشعة ما في جرعات بلا أشعة ما بتطيب. يعني ما بدهم يستقبلوا مثلا هالناس، بالقليل يوفروا لهم العلاجهم في بلادهم، يبعثوا لهم أجهزة الجرعات اللازم لهم. إن في صار فقدنا كذا طفل بسبب تسكير المعبر بعد الزلزال. بدنا نضل معتصمين لحتى يفتحوا لنا الطريق للكل، يعني مو شرط العدد، كل شيء مريض احنا بحاجة اطفال، في مرضى، في عجاز، في نساء. كفر